المنتخب. طيب يعني شايف ان فيها مشكله. اللي عايز اتكلم فيها ان النقطه ان هو الناس كلها معترضه على ان هو ما بيغيرش او ان هو ثلاث تغييرات. على فكره هم دول لعبوا بطوله افريقيا. ما فيش حد جديد. انا لسه بتكلم. هو ده الثبات على التشكيل اللي موجود وعلى حتى طريقه اللعب. يعني دي تفرق كتير جدا. حتى طريقه اللعب محفوظه. على فكره طريقه اللعب محفوظه، التشكيل محفوظ، التغييرات حتى بقت معروفه. دي نقطه مهمه كابتن مايك. اللي بيتكلم فيها كابتن ابراهيم مهمه جدا، لانك لما بتترفع جول او هدف ما بتقدرش ترجع. الحل الوحيد ان انت ترجع مره ثانيه، كنت تشوف حاجه جديده. الحل الوحيد ان انت كنت تشوف حاجه جديده ان كان الجهاز الفني يتغير. وده ما كانش في حد يقدر ياخد الريسك ده القرار. لان طبعا لان كان هيبقى صعب جدا قبل بطوله كاس العالم. ما ينفعش يتغير جهاز. ما ينفعش يتغير جهاز. فهم تخيل كل ما اجي اتكلم تقول لي انا واحد. يعني ده واحد من اهم اللاعبين والمديرين الفنيين في تاريخ الكره المصريه، كابتن فتحي مبروك، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، ويعني واحد من